قال العليم الحكيم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يؤيد المعنى أعلاه ويؤكده نفس النص القرآني وإشارته الواضحة وتأكيده على مجيء أشراط الساعة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها. ومن أشراط الساعة؟ المهدي عليه السلام، وهو الخليفة الإمام الثاني عشر من الخلفاء الذين أخبرنا ونبأنا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إنهم من أهل بيتي ومن ولد فاطمة أو ولد فاطمة ومن ولد الحسين أو من ولد الحسن المجتبى أو الحسن العسكري عليهم السلام. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة أو ولد فاطمة، في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. ثانيا قال محمد السفاريني: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم، وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم، إلى أن يقول: وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين أيضا روي، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة في شرح العقيدة السفارينية ولوامع الأنوار البهية. في منهاج السنة قال ابن تيمية: وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ولفظ البخاري 12 أميرا، وفي لفظ: لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم 12 رجلا، وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. انتهى مقتبس من منهاج السنة لابن تيمية. اللهم اجعلنا من الذين اهتدوا لمعرفة إمام الحق والاقتداء به وبأهل بيته، واجعلنا يا ربنا من الذين زادهم الله هدى وآتاهم تقواهم في عصر الظهور واليوم الموعود حتى قيام الساعة، وارزقنا شفاعة محمد النبي الأمين وآله الطاهرين عليهم الصلاة والتسليم، واحشرنا مع الصالحين، آمين يا رب العالمين.